عبروا هذا المنحدر متوجهين للعب حول البركة المتواجدة داخل أرض عائلتهم الفلاحية، فكان آخر عبور لهم في الحياة. إناس، مراد ومنار أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، ضحايا أخطاء شائعة في الأراضي الفلاحية. قلنا عليهم خرجوا هبطوا لنا هنا أول خطرة، والواد هذا بركة تاع عمي داير الفلاحة، أنا هاي ليك الفلاحة تحب تصور صور يسقي منها ولا ماشي. كاين زوج توام. أربع سنين. أربع سنين. أربع سنين كاين طفلة وطفل، وكاين إناس هذه كبيرة ما حوسنا عليها ما صبناهاش، عم بتنا نداوها معاها من السبيطار كي جبدوا الوالة. هيا درنا حوسنا كاع لي زونفيرو هنا ما صبناهاش، وهي كانت هنا لداخل في البركة لداخل. ومن بعد كي جا عمها دخل لداخل في البركة جبدها. وكان يلقوني يلعبوا وكان يلقوني يزغدوا، ما كاش ماناج ما كان حتى حاجه هنا، وين يحطوا؟ يحطوا الوادي يلعبوا. هي قصص تتكرر داخل الاراضي الفلاحيه وسبب عدم وجود حواجز حول الابار او البرك المائيه. ننصح يعني اصحاب المستثمرات الفلاحيه والفلاحين يعني اللي راهم دايرين مستنقعات للسقي، ننصحهم يعني كل مستنقع يعني حفاظا على اولادنا واطفالنا، يعني اللي ما يعرفوش السباحة وذا يحميوا المستنقع تاعهم بسياج. رائع أن يستمتع أطفالنا بهذا الجمال، لكن في وسط آمن ومحمي.